اليوم كانت الجولة الثامنة من المحطة الأخيرة ديال المؤتمرات الإقليمية في الجهة، واختتمناها بإقليم أسفي. كيف شفتوا أجواء؟ كانت أجواء ديال المساندة للحكومة والحث على العمل الحزبي وتجديد الهياكل بالنسبة للإقليم الأسفي، وخاصة بعد الاستحقاقات ديال 8 شتنبر والنتائج المستحسنة اللي حصل عليها الحزب، وخصنا نوظفوها في واحد الدينامية جديدة باش نواكبوا العمل الحزبي المتواصل اللي خصو يكون متواصل كل يوم كي نؤدي مهمتنا لتأطير المواطن وتأطير الساكنة، ونواكبوا مدينة أسفي على قدر المستطاع باش نحسنوا الأداء ديال التنمية فيها، لأنه أسفي في حاجة إلى واحد الدفعة، وحنا في العلاقات ديالنا مع السيد الرئيس ومع هو كرئيس حكومة مستعد في قدر الصلاحيات اللي عنده المستطاع اللي كاين، خصنا غير نوجدوا ليه ما يمكن توجيده من طرف النواب ديالنا ومن طرف رؤساء الجامعات ديالنا ومن طرف الهيئات المنتخبة ديالنا بالحاجيات اللي تقدر على المستوى ديال رئاسة الحكومة تقدر تعطيها واحد الدفعة لتنمية مدينة أسفي. سيد المنسق، سي عثمان شقوري خدا المنسقية الإقليمية في واحد الظرفية اللي كانت صعيبة شوية، ماذا رضاكم عليه، خاصة أنك أنت اللي نقدروا نقولوا أنك غامرتي في اختيارك اللي كانوا بزاف الناس يمكن كانوا كيخالفوك الرأي، ولكن احنا قدر أنه يعبر مرحلة ثانيا الذكية ديال محمد الحداوي اللي جات في ظرف احنا عارفين شنو وقع، عارفين كيفاش صرات الأمور. واش نقولوا انه هو الحين كديركم ديال وصلت هادشي اللي هما وتقييمك للتجربه ديال الاستعمار الكاموس؟ لا احنا احنا ماشي تنغمروا، لا تندفعوا بالشباب، ماشي تنغمروا. كان عندنا واحد الخلال في التنسيقيه الاقليميه، لانه كان تنواكبوا العمل ديال المنسقين، تنشوفوا العمل ديالهم كيف خصو يتادى، بعد مثلا ما تاداش بواحد بالكيفيه اللي خصها تتأدى بها، السيد الرئيس تيتضطر باش يفتح باب ترجع ويبدل المنسق. هذيك صلاحيه الرئيس باستشاره مع المنسق الجهوي. فبعد تدارس الوضعيه في أسفي، ما كان عندنا واحد الشاب ابن مدينه أسفي كان رئيس الشبيبه التجمعيه الاقليميه، ف احنا اصغر. غادي يكون السؤال ديالي مكمل سي محمد، باقي سؤال، غياب محمد رشيد صابر اليوم، وقعت ليه واحد العطب في السياره، راه شفتنا الفيديو ديالو. لا بالعكس، استاذ السؤال ديالي مكمل للسؤال ديال سي محمد في الاول، بهذا كيف ما كنقولوا الاختيار ديال الناس اللي غادي يلبسوا القبعه ديال الاحرار قبل 8 شتنبر اللي كانت شويه قريبه من الحدث الانتخابي وبزاف الامور، وباقي ترجعوا لنا لتما. داز شوف الله يرضي عليك، النتائج في الاقليم على مستوى الاقليم رغم كل ما حدث مستحسنه باش ما نقول جيده، مستحسنه، لان كنا نديروا احسن فهمتي، لولا كنا ما جيناش في هذا، ولكن الحمد لله المقعد البرلماني جبناه 13 ديال في جوج المقاعد في المجلس الجهوي جبناها، 13 في الغرف المهنيه جبناها، 58 مستشار جماعي جبناهم، اذن ما نطلبوش مجهود كبير، ما نطلبوش اكثر من اللي حصل، ولكن هذا الشيء اليوم
شنو تيعطينا واحد المسؤوليه وتيعطينا واحد 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 واحد, واحد المرحله جديده باش نقدروا التنظيم الحزبي يمشي احسن. هذا هو المطلوب. حنا بينا مناضلين ومسؤولين محليين اللي تي كيموي لو مايو كومونتي شنو كيموي لو مايو لصالح الحزب ماشي لصالحه الشخصي. هذا هو الفرق ديال المقاربه اليوم ديال الحزب التجمع الوطني الاحرار في اختيار الناس ديالو المسؤولين ديالو. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.